بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم غيكون تتمة ديال الشروح السابقة حول النيو. كيف ما شفتوا النيو دابا وصل تقريبا 31 دولار و72، وكنا شرينا البارح تقريبا 20 دولار 450 ألف ساتوشي، وشريناه تقريبا فاش كان هنا، والأقل تقريبا فاش كان هنا، هنا تقريبا 45 ألف، 45 ألف تقريبا، هنا تقريبا تقريبا 45 ألف، ودابا وصل تقريبا 73 ألف، يعني ما يقارب 120 دولار، 120 دولار ديال الربح فهاد الانفستيسمون ديال النيو. ولكن انا ما غاديش نبيع دابا، كنظن بان النيو غادي يوصل، غادي يفوت هاد الثمن هذا، وقررت باني نصبر عليه واحد شويه عاد باش نشوف الامكانيه ديال البيع ديالو. كيف ما شفتو اخويا، عفوا كيف ما شفتو، خاص ان انفستيسمون، الانفستيسمون يكون غير تشكروا على الله سبحانه وتعالى وتانفستيو على حساب القراءة ديالكم للسوق، على حساب مجموعة من المعطيات. أن أول معطى كان أن النيو معمر ما وصل لهاد شحال، هادي ما وصل لهاد المستوى ديال 20 دولار، يعني في جميع العملات الرقمية طلعوا، يعني السيغمون حتى هو غيطلع، والمؤشرات التقنية ديال الاناليست ديال الاناليز التكنيك ديال لا شارت، كان كاع المؤشرات اللي كيقولوا بان العمله غادي ترتفع، وغادي ترتفع بواحد النهج اللي كبير جدا. كيف ما شفتوا ثاني من المؤشرات اللي بين انه غادي ترتفع، ان الثمن لاحظوا غير بالنسبه ديال البارح كان تقريبا 100، كان 80 مليون لا كونتيتي سابلاي، ولا لا كونتيتي ديال اللي كانت في ديال الفوليوم ديال 24 اور في 24 ساعه كانت تقريبا 80 مليون. اليوم 175 مليون، 175 مليون تقريبا، 95 مليون دولار اللي تزادت والتي ضخت اليوم في السوق ديال النيو باش يطلع لهذا الثمن ديالو. هذا دليل على ان النيو لو بروجي ديالو راه ان غران بروجي، يعني بروجي كبير بزاف، مشروع كبير بزاف، وخاص غير الثقه فيه والصبر. كيف ما شفتوا لا كونتيتي اللي كاينه في نيو قليله بارابور للعملات الاخرى، 50 مليون، يعني نيو غادي يطلع، غادي يطلع. وشوفوا الحجم ديال التعامل ديال نيو، مليار و552 مليون دولار، 458 الف دولار. هذا دليل على ان النيو عنده واحد لو بوتونسييل، وعنده واحد السوق كبيره جدا، وعنده مجموعه من المستثمرين اللي واضعين الثقه ديالهم في العالم، واضعين الثقه ديالهم في هذا المشروع هذا، وغادي يبقاو معاه حتى ان شاء الله يوصل لاعلى المستويات. لذا بالنسبه لي انا النيو لحد الان 31 دولار، ومازال فرصه سانحه للاستثمار. كنعطيه انا تقريبا يوصل، يقدر يوصل لايت كوين، ويقدر يفوت لايت كوين اون سي جامي، يقدر يوصل ل 50 دولار، 60 دولار، 70 دولار، 80 دولار او اكثر. لذا الاستراتيجي ديالنا ان شاء الله ان نعاود نكملو، ان نزيدو في النيو ان شاء الله، حاولوا المينيموم نوصلو لواحد 10 ديال النيو ولا 12 نيو اون سي جامي، على حساب الامكانيات نقدروا نوصلو عالم. المهم نزيدو في النيو، لان النيو باقي عنده ما يدار، وباقي في مي في نورمالمون باقي غيدات الثمن ديالو. هذا من جهه. من جهه اخرى البيت كونيكت، بالنسبه للبيت كونيكت نعطيكم لي طاف فين وصلت في البيت كونيكت. بالنسبه للبيت كونيكت كيف ما شفتوا، ديجا سحبت منه تقريبا 21 دولار، سحبت منه. دابا نشوفوا مثلا بالنسبه للسحب، السحب الثاني ان شاء الله امتى غادي يكون، غيكون تقريبا بعد واحد 10 ايام، لانهم عندهم المبلغ، اقل مبلغ للسحب هو تقريبا 500 الف ساتوش. وكيف ما شفتوا تقريبا هنايا المبلغ المستثمر هو
100 دولار، وصلنا دابا 25 دولار، يعني وصلنا تقريبا تقريبا 25%، 25% من المبلغ المستثمر في مدة تقريبا 28 يوم، يعني نهار لو 11 ولا نهار 11 إن شاء الله في شهر 9 غنكمل الشهر في هذا الموقع. وبالنسبة لي 25 دولار، ولا فاش غتكون الشهر تقريبا، غنكون تقريبا وصلت ما يقارب 30 دولار، 30 دولار، يعني 30 دولار، 30% من الشهر الأول، هو رقم مشجع جدا بالنسبة لهذا الموقع. يعني 30% في مدة شهر، إذا كان شهر ثاني 30%، يعني في شهرين تاخد 60% من المونطون ديالك، وتبقى عندهم 40 دولار. ربما الموقع يستمر، كنقول ربما، لأني واخا مستثمر في هذا الموقع إلا أني ما تيقش فيه 100%، باش نكون واضح واضح معاكم في سميتو. هي مجازفة، وأظن أن الموقع غير ما غاديش ينصب في هذه الأيام المقبلة، ولكن أون سي جامي. اللي بغى يتسجل فيه في هذا الموقع يلقى الرابط في لا ديسكريبسيون، في لا ديسكريبسيون. فوالا، تقريبا هذه الحلقة غتكون قصيرة بزاف. بالنسبة لكوان ماركت كاب، نشوف واحد بإيجاز إن شاء الله اش وقع في السوق. مثلا بالنسبة البيتكوين 4625 دولار، غادي في تصاعد إن شاء الله، غادي يوصل 5000 دولار. البيتكوين كاش 662، وكان غير 528 تقريبا، 662 زاد شي 140 دولار. رايبل غادي في تصاعد، ولكن رايبل للاستثمار المدى البعيد. كاين عملة الجولم اللي بانت لي، عملة الجولم هي من العملات اللي تثار الانتباه ديالي. كيف ما شفتو وصلت 0.47، قربت 0.50 دولار، وكانت تقريبا، كانت تقريبا 0.30 دولار، يعني تزادت بزاف. ما عرفتش اكزاكتومون علاش تزادت عملة الجولم، يعني كاين شي اخبار غادي نبحث على هذه القضية هذه، وغادي نعطيكم بلوس دانفورماسيون. اللي كنت عارف انا ان هناك واحد الاشاعة كتقول بان الجولم غادي يدخل في الكوان بيز، تقدر تكون هذه الاشاعة بصح، تقدر تكون غلطة، حتى نقلب على المصادر باش نعطيكم لانفورماسيون اكزاكت. فوالا، بالنسبة لأوميز جو كيف مشو 13 دولار غدا بواحد الوتيرة كبيرة جدا، 13 دولار، والليسك 7.34 دولار تقريبا، وستراتيس 6.18 دولار. يعني هادو هما العملات اللي ركزنا عليهم في القناة ديالنا، وتبارك الله هاد العملات كلها كتحقق واحد المداخيل جد مهمة. كيف مشتو غير رجعوا للفيديوهات اللي قبل، غتلقاو مجموعة من المعلومات على هاد العملات هادو. بالنسبة للستيم 1.62، وإن شاء الله الستيم غادي يطلع لأعلى المستويات، يوصل 2 دولار. كيف مشو بالنسبة للجولم، راه ولا 23 في مرتبة 23، واليوم غير اليوم في الجولم 41 مليون دولار. يعني كاين واحد ضخ كبير من الأموال في الجولم، ما عرفتش اكزاكتومون علاش، حتى تقلبوا نتوما من جهتكم ونقلب انا من جهتي. بالنسبه للبيتشير حتى هو طلع في الثمن. فوالا، تقريبا هاد العملات كلها غدا مزيان. وفوالا، الكومودو هي عمله جد جد قويه، وغادا تطلع في الثمن ديالها، غادي ناخذ منها حتى هي شويه. 10 اكس حتى هو طلع في الثمن ديالو، كان 2.80 دابا 3.09، وهو غادي في تصاعد. ايوس كيف ما كنا شفنا، قلت لكم كان 0.85 ايامات في الربعه في الشهر فات كان هذا المشكل، دابا هو 0.96 وغادي يتعدى الدولار. ايوس نعطيه دولار فاصله 40 دولار فاصله 50، يعني غادي يطلع ياخذ الثمن الاصلي ديالو اللي ما بين دولار فاصله 40 ودولار فاصله 50. تري بيان. وهذه العمله، هذه الارك، حتى هي عمله مهمه جدا. كيف ما شفتو الفوليوم ديالها صغير، يعني ان العمله 2.78 فاسيلمون تقدر تولي 10 دولار، 12 دولار. ارك، ARK. فوالا، تري بيان. نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد الفيديو. ما تبخلوش علينا بلايك الى عجبكم الفيديو، واللي ما عجبوش الفيديو من حقه يدير ديسلايك، ما كاين حتى اشكال.
وتابوناو معنا، ومرحبا بكم في قناتكم الجديدة الربح من الانترنت.